سندافع مرة أخرى عن كرامتنا واستقلالنا وسمعتنا. نحن لسنا على استعداد للاستسلام للعدو. عقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مؤتمرا صحفيا في طهران، قال فيه إن مؤتمر وارسو كان محكوما عليه بالفشل حتى قبل انعقاده، وإنه محاولة أمريكية لزعزعة إيران، وإن الإدعاءات الأمريكية بشأن إيران لا أساس لها من الصحة، لذلك لم يتمكن المؤتمر من تحقيق أي نتائج جوهرية. منذ البداية كان واضحا أن مؤتمر وارسو مآله الفشل ولن تسفر عنه أي نتائج، وأعتقد أنه لن يكون بمقدورهم إصدار بيان مشترك.